السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أسماؤه مكملة، الله لا إله إلا هو له حمدا كثيرا دائما البقاء، مكافئا ترادف الآلاء، ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا وآله أفنان دوحة الشرف وصحبه والتابعين عم السلف. بال مع البرق على أم القرى وهتفت أمرية على الذرى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل رداء، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا، ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. أولا أعتذر عن التأخر لبعض الوقت، ثانيا من فقدوا أقارب وذوي أرحام نسأل الله عز وجل أن يسبغ على أمواتهم شأبيب الرحمات وينزل عليهم الصبر والسلوان، نسأل الله عز وجل أن يخلفهم في الغابرين، وأن يرزقهم منازل الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونوصي الأخوات بأن يديموا حبل الوصال بينهم وبين هؤلاء الأموات بالدعاء لهم ورعاية صغارهم وأبنائهم للمحاويج وغير ذلك، والرحم التي لا توصل إلا بهم. ونسأل الله عز وجل أن يغفر الجميع موتى المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر أو الثالث عشر من مجالس صحيح مجالس الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجز بالجعفي. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، باب قول الرجل لا بل شانئك لا بل شانئك. وهذه الكلمة معناها لا يحيا عدوك، لا يعيش عدوك، بمعنى ينقطع عنه الماء والبلل. واضح؟ ينقطع عنه الماء والبلل. لا بل شانئك، لا وجد ماء ولا بللا، ومن فقد الماء طول حياته فهو إلى الموت. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهنا تنبيه، يعني أمر نلاحظه كثير من الناس، يعني يقولون في التعزية البقاء لله البقاء لله، والمعنى الشرعي هو المقدم لله ما أخذ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه إحدى بناته أن ابنها يجود بنفسه، ومر معنا فقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. ثم وكذلك الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حدثنا موسى قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا قال سمعت أبا حمزة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمسى عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله فقال والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا، أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك، وهذا موضع الشاهد، أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت نعم، لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيده لا يسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة، يعني شبههم بالترس، وذلك لانبساطه وتدويره حتى يلحق ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه، يعني حتى يرجع البدو الذين تمدنوا إلى باديتهم. وهذا الأثر يعني ضعيف إسنادا. قال وعلى كل الكلمة لا إشكال فيها، لا بل شانئك ولا فقدك محبوك مثل هذه الكلمة، ولا عاش حاسدوك، ولا هذه مما يقوله الناس إذا أعجبوا بشخص أو أحبوا أن يدعو له ونحو ذلك. ثم قال باب لا يقول الرجل الله وفلان على سبيل المساواة في اللفظ، وإن كان لم يقصد المساواة في قلبه، لكن حتى المساواة اللفظية ليس أحد في رتبة الله سبحانه وتعالى. يقال الله ثم فلان. قال حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله من مولاه
فقال الله وفلان، قال ابن عمر لا تقول كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله أو الله ثم فلان، ما شاء الله، لولا الله ثم فلان، وكذا إلى آخره، بعد فضل الله فضل فلان. فلا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد ولو على سبيل اللفظ، وإن كان لم يقصد به أيضا التشريك في القلب، لكن ليس من الجيد، فالله سبحانه وتعالى له التفرد المطلق في كل شيء. باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أي وشئت أنت يا محمد صلى الله على محمد، قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده لا يجعل مع الله أحد. قال باب الغناء واللهو. والغناء معروف، واللهو هو كل ما يلهي عن الآخرة، اللهو كل ما يلهي عن الآخرة. وفي القديم كانوا يسمون المغنين مخنثين، كان المغني يسمى مخنثا. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، فمر على جارية صغيرة تغني، وقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، أي أن الشيطان لكثرة تربصه بالناس لا يدع حتى الأطفال والصغار، فما دام أنه لا يترك الصغار فمن باب أولى أن لا يترك الكبار، باب أولى أن لا يترك الكبار. قال بعد ذلك حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال سمعت عمر سمعت عمرا مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني بشيء، لست من دد أي لست من أهل اللهو واللعب، ولا الدد مني ولا اللهو واللعب مني، يعني ليس الباطل مني بشيء وأذى ضعيف. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال الغناء أشباهه، وعبد الله بن مسعود يقسم بالله سبحانه وتعالى أنه الغناء. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية كلاهما قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الله بن عوسية عن براء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا، لأن من تلقي إليهم السلام ونحو ذلك يستجلب مودتهم وتذهب ضغائن قلوبهم، وأيضا تبتعد عن أن يصفوك بالكبر والعجب بالنفس ونحو ذلك. والأشرة شر، قال أبو معاوية الأشر العبث، العبث الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه، ومنه البطر والمرح ونحو ذلك، على أن لا يفهم منه أن اللعب المباح، يعني ليس لا يفهم منه أن اللهو أن اللعب يعني الذي يعني تستجم به النفس ونحو ذلك ممنوع، لا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ كما مر معنا، وكل ذلك على أن لا يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يشغل عن طاعة، ولا يشغل عما هو أولى، ولا يكون هو الغالب على الإنسان، فيباحه بقدره، بقدر ما تستجم النفس وتعود إلى نشاطها وإلى أعمالها. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا عصامه بن خالد الحضرمي عن حريز قبر عثمان عن سلمان بن سمير الألهاني عن فضالة بن عبيد، وكان بجمع من المجامع، أي كان فيها محضر أناس، فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبانا، والكوبة هذه يعني آلة من آلات اللهو، فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي، فقال على إن اللاعب بها لا يأكل ثمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، قال يعني بالكوبة، قال النرد، والنرد هذه لعبة يعني معروفة. قال وهذا ضعيف من حيث الإسناد. بعد ذلك قال البخاري رحمه الله تعالى باب الهدي والسمت الحسن، باب الهدي والسمت الحسن يعني الطريقة الحسنة والهيئة الصالحة مع حسن هيئة ومنظر. والهدي يعنى به في الغالب الأحوال الباطنة من التوكل على الله سبحانه وتعالى وتخليص العبادة له والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وأما السمت فهو الأخلاق الظاهرة، ما يبدو من الإنسان في تعاملاته مع الناس، مع هيئته وصورته ومنظره وملبسه، فهذه كنت أكل فهذه يندب للإنسان، بل هو الأكمل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتني بها الإنسان، يعتني بلا يغلب جانبا على جانب. بعض الناس يغلب جانب الأحوال الباطنة على القلب، ويهمل المظهر والخارج والتعامل مع الناس، ولذلك يعني من الأمور العجيبة الإنسان إذا تأملها، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،
وكنت قديما يعني أقول الأخلاق من الدين، يعني ما كنت يعني ما ظهر لي الفرق لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين وذكر الخلق بمنأى، وإن كانت الأخلاق من الدين، ولكن يعني الإنسان في الحياة يرى أمورا يتعجب منها. فمن الناس من تجده في جانب الديانة والعبادة لا أفضل منه ولا أجمل منه، لكنه في التعامل مع الناس صفر، وهذا لا يصلح للزوجة، فهذا يتعبها. نعم لا يقصر في حق ربه، لكنه سيتعب زوجته أيما تعب. ومن الناس من يكون في جانب الأخلاق والتعامل مع الناس ما شاء الله 100 درجة، ولكنه في تعامله مع ربه ولا شيء، فهذا أيضا لا يصلح، لأنه سيفرط في الصلوات والحقوق الواجبة من في حقوق الله وكذا وكذا. فلا بد أن يجمع الإنسان الأمرين، وأن يكون على أقل تقدير يعني في موازنة، في اقتصاد، فيه عنده جانب من الأخلاق، ولا يقصر في العبادات الأساسية والفرائض ونحو ذلك، فهذا الذي تصلح وتستقيم به الحياة الزوجية. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حاتم بن حصير قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله الذين يسألون ويتعرضون كثير معطوه والعمل فيه قائد للهوى، أن الناس يقدمون العمل الصالح على الهوى، والعمل الصالح هو ما كان فيه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفر الإخلاص. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباه يكثرون الكلام بلا جدوى ولا عمل، كثير سؤاله قليل معطوه لكثرة الشح والبخل والحرص الذي يدخل على الناس، الهوى فيه قائد للعمل، أن الناس لا يعملون إلا ما يهوون لا ما يدلهم عليه الشرع. واعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمن خير من بعض العمل. نعم حسن الهدي، الإنسان يترك البدع والخرافات، لا يعمل إلا بما شرع الله، لا يعمل إلا بما يتبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من بعض العمل الذي عمله قليل جدا مع حسن اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص لله، خير من الذي عنده أعمال كثيرة مخالفة للمنهج النبوي أو ما فيه إخلاص أو كذا إلى آخره. فلا بد من ترك الهوى، ولا بد من لزوم الأدب واتباع النصوص الواردة في الشرع. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل أنه قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظاهر الأرض رجلا حيا، يعني كل من رأى النبي ماتوا. قال ولا أعلم على ظاهر الأرض رجلا حيا رأى النبي غيري. قال وكان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، وهذه ميزة وخصوصية له في ذلك الوقت، لا يوجد أحد من الصحابة إلا هو. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا، يعني عنده الاقتصاد، عنده التوسط. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم ولا نحيل، فهو كان متوسط الخلقة، وأيضا الاقتصاد هذا أيضا يعني يشمل في باب يدخل على الهدي والسمت الحسن. قال بعد ذلك حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، وهذا الحديث تقدم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة، يعني هذه الخصال من أخذ منها فقد أخذ بمكارم الأخلاق التي كان عليها الأنبياء والذين هم أكمل الناس وأكمل البشرية. قال بعد ذلك قال البخاري رحمه الله تعالى باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، بمعنى يأتيك الزمان بالخبر من غير أن ترسل أحدا، يأتيك الزمان يأتي الزمان إليك بالأخبار من غير أن ترسل أحدا أن يأتي به إليك، فلا تحتاج أن تعطيه الزاد والمال والطعام والشراب، الزمان يكفيك هذه المؤونة، ستأتيك الأخبار وتأتيك تغير الزمان وترى أشياء لا يحتاج أن تسأل الناس. ذلك أصل هذه يعني شطر بيت
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فالأيام أكبر مدرسة وأكبر جامعة تعلمك كثيرا من الأمور ومدلهمات الزمان والحوادث والتغير إلى آخره. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال: سألت عائشة قال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا البيت ويردده بين الفينة والأخرى. هذه تقول: الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ. قطعا لا، ما كانوا يتبادحون بالبطيخ اللي هو النعمة. هو يحمل على حالين، الذي أذكره قديما أنه بذور البطيخ، أو يكون البطيخ قشره بعد أن يأكلوا ما عليه، أما أن يتراموا بالنعمة فهذا غير متوجه وغير سديد. وهذه تقول: ما المقصود بالاقتصاد؟ الاقتصاد التوسط، الاقتصاد التوسط، وقد شرحناه وبيناه يعني في محاضرات سالفة ومثلنا عليه أمثلة كثيرة: الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في الأمور، في حلول المشاكل إلى آخره، بما يغني عن الإعادة. وهذه تقول: ما معنى الكوبة أو النرد؟ اكتبي في جوجل النرد صور، يأتيك هي لعبة يلعبونها لها يعني حجرة. على كل حال اكتبيها في جوجل تجدين صورتها، وفيها تفصيل يعني في تحريمها، ليس هنا محلها. هذه تقول: من لم تزودي، أي من لم تعطيه الزاد. يعني إذا أحببت أن ترسل أحدا ليأتيك بخبر لابد أن تعطيه فلوس المشوار، تعطيه فلوس الطعام والشراب. إنسان ترسله إلى المدينة روح شوف لي الخبر الفلاني، تحتاج تعطيه فلوس السيارة وفلوس الأكل وفلوس الشراب، أليس كذلك؟ أما الزمان فيكفيك هذه المؤونة. الزمان سيثبت لك الأحوال وسيثبت لك المشاكل ويعلمك كثيرا من أمور الناس من غير أن تعطيه فلوس السيارة ولا فلوس الأكل والشراب. الزمان يكفيك بهذه الأمور. قال بعد ذلك: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إنها كلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. كلمة نبي، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذه الكلمة. باب ما يكره من التمني، باب ما يكره من التمني. هم يقولون فرق ما بين الأمنية والرجاء. يقولون الأمنية هو يعني طلب المستحيل غالبا، الأمنية طلب المستحيل غالبا، والرجاء طلب الذي يتحقق غالبا. ولذلك يخطئون بعض المعلمين الذين يكتبون الامتحانات والاختبارات وفي نهاية الصفحة يكتب لطلابه أو تكتب لطالباتها: أتمنى لكم التوفيق. والأفضل أن تكتب: أرجو لكم التوفيق، لأن الرجاء هو الشيء الذي يرجى تحققه. أما التمني ففي الغالب يطلق على الشيء الذي يستحيل وقوعه، واضح؟ لكن أحيانا على ندرة يطلق التمني على ما يتحقق، وسيأتينا مثال له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب أن الأمنية تطلق على ما لا يتحقق ولا يتوقع حصوله. يعني الإنسان لا يكون عنده كثرة تمنيات من غير الشروع في العمل، من غير أخذ في الأسباب، فهذه يعني نوع من السراب والخيالات التي يعني فقط يسلل نفس الإنسان بها وتشغله عن العمل، ولا يبحث في العمل ولا يباشر العمل، وعنده فقط مجرد أماني تطويها الزمان وتأخذ جزءا من العمر ومن المشاعر. فينبغي للإنسان إذا يعني يكون عنده شيء يدرج في العمل ويباشر فيه شيئا فشيئا، ويقسم هذا الهدف إلى أجزاء ليتسنى له الوصول والبلوغ إليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر عن عمر بن أبي سلامة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يعطى فلينظر. هذا الحديث ضعيف، لكن أفضل منه ما أخرجه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنه يسأل ربه، إذا سأل أحدكم فليكثر فإنه يسأل ربه. ولفظ ابن أبي شيبة: إذا تمنى. نعم، فهنا يعني حالان في دعائك مع الله سبحانه وتعالى ما في شيء مستحيل، أدعو الله بأي شيء إن تريده. وأما يعني الأمان التي تحدث بها نفسك، لا بأس حدث نفسك بالأمنية لكن مع الشروع في أسبابها. أما أن تحدث نفسك بأمان كثيرة مع عدم الشروع في أسبابها فهذا ما لا يتحقق. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسموا العنباء الكرمة، لا تسموا العنباء الكرمة.
وذلك أنهم يعني كانوا يسمون العنب كرما في الجاهلية، لأن الخمر التي كانوا يتخذونها من العنب تحملهم على الكرم وعلى السخاوة وعلى الجود ونحو ذلك. وهذا موجود حتى في زماننا، كثير من الناس إذا سكر وثمل يكون أجود ما يكون، يدخل البقالة ويشتري يعني أشياء جمبريات، وثم يوزع على صبيان الحارة وكذا وكذا، كله بسبب السكر الذي هو فيه. وهذا يعني من العجيب، هذا الخمر والسكر من ابتلي به يعني يجد صعوبة في تركه. ولذلك كان أظنه الأخطل، نعم كان نصرانيا وكان مولعا بشرب الخمر. فمرة كان جالسا مع الخليفة فقال له الخليفة يعني يا أخطل، لماذا تشرب الخمر وأنت من أنت في عقلك ورزانتك وأيضا شعرك من الشعر القوي ونحو ذلك، لماذا تشرب الخمر؟ فأجابه الأخطل ببيتين من الشعر، قال: إذا ما نديمي علني ثم علني، ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. يقول: يا أمير المؤمنين، أنا إذا شربت الخمر ويعني بهاني من جمالها ولذتها أستشعر أنني أمير عليك يا أمير المؤمنين، خرجت أجر الذيل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. ولذلك كانت الخمر يعني شائعة عند العرب، بل كانوا يرون من الكرم أن تقدمها إلى الضيف، من الكرم العالي أن تقدم إلى الضيف. ولذلك الإسلام لما جاء ما حرم الخمر مباشرة، وإنما تدرج فيها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فأثنى على الرزق ولم يثني على السكر، فهذا أول تبغيض إلى الصحابة في الخمر. وهذا أيضا هذا منهج يعني تربوي، الشيء المتغلغل في النفس لا يطلب تركه كاملا في يوم واحد، من الصعب أن يترك إلا في الأشياء التي يعني حرمها الشرع تحريما قطعا، لكن في التربويات ومثل بعض السلوكيات التي تكون خاطئة لابد على طريق التدريب والتخفيف. ثم بعد ذلك نهى الله عن قربان الصلاة حال السكر، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه المرتبة الثانية، وجعلوا يتحاشون الخمر في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى التحريم في المرة الثالثة قطعا، وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا انتهينا. وصبت الخمر في سكك المدينة، وأبو طلحة كان له يعني خمر في البيت، فجاء أنس وأخبره وهو زوج أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه التحريم، فأراقوها في سكك المدينة وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة. وقولوا الحبلة، الحبلة هو القضيب من شجر العنب، يعني نفس الشجر التي ينبت عليها العنب تسمى حبلة. قال: فسموها حبلة، وذلك تنفيرا لهم عن تسمية العنب كرما لئلا يهيج شجونهم وشوقهم إلى الخمر التي كانوا يشربونها في الجاهلية. قال بعد ذلك: باب قول الرجل ويحك. قال حدثه، هذا أيضا لا ينافي الأدب هذا قول هذه الكلمة. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة، قال: في الثالثة أو في الرابعة ويحك اركبها. وهذا الحديث تقدم لنا في اللقاء الماضي. ثم قال البخاري: قول شنو ويا غسل نفسك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل يا هنتاه. باب قول الرجل يا هنتاه، هذه كلمة تقال للمرأة ومعناها يا هذه، لها عدة معاني، ولكن من معانيها يا هنتاه، ومن معانيها أيضا البلهاء، من معانيها أيضا البلهاء. وطبعا هذه كلمة البلهاء يعني في زماننا هذه سب، هذه مسبة، لكنها في القديم كانت محمدة وكانت منقبة هذه الكلمة. فالبلهاء في القديم معناها الغافلة عن الشر التي لا تحسن الشر، معنى أنها طيبة القلب، طيبة السريرة، حسنة النية مع الناس. هذا معنى البلهاء في أصل اللغة.
فهي كريمة الطبع، كريمة النفس، سخية النفس، ما عندها ظنون سيئة، ما عندها أوهام في عقلها تجاه الناس وكذا وكذا. وأيضا يقال للرجل بهلول، يقال للرجل بهلولا إذا كان حيا كريما، لكن في زماننا هذا لا تقال، الناس لا يعرفون معناها الحقيقي. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول استراح البله، استراح البله، يعني في راحة ونعيم في قلوبهم، لأنه ما عندهم ظنون سيئة تجاه الناس، ولا عندهم أوهام، ولا عندهم كذا ولا كذا، ولا خبايا، ولا خباثة في النفس، ولا سوء في الطوية والدسيسة في النفس، فهم يعاملون الناس على السجية الطيبة ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا هنتاه يا هنتاه يا هذه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن الصهبان الأسدي قال رأيت عمارا قال عن صهبان الأسدي قال عن حبيب بن صهبان الأسدي قال رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل أجنبه يا هناه يا هناه بمعنى يا هذا، وفي بعض الروايات يا هنتاه أيضا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية بن الصلتي؟ قلت نعم. قال فأنشده بيتا فقال هيه يعني زدني، هي أصل كلمة إيه زدني، ولكن قلبت الهمزة ها أن فقيل هيه يعني زدني حتى أنشدته 100 بيت. ولعل الشاهد يعني هو بالملابسة والمقاربة، يعني الذي سبق يا هنتاه وهذه كلمة هيه، ففي النطق يعني بينهما قرب ونحو ذلك، فلعل هذا هو الشاهد من هذا الحديث الأخير على الترجمة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل إني كسلان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قال قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا والشاهد من الحديث على الترجمة أن عائشة أطلقت كلمة الكسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يطلقها غيره عنه نفسه، فمن باب أولى أن يطلقها الإنسان عن نفسه، ولا إشكال في هذا. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة في قول عائشة رضي الله عنها وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، وهذه فائدة نستفيد منها جميعا. أحيانا نكون متعبين ويكون يعني الإنسان عنده أرق أو عنده سهر أو كذا أو كذا، ثم لا يصلي الليل، صلي ولو جالسا. النافلة القيام مع القدرة شرط في الصلاة، لكن هذه في الفريضة، لكن في النافلة لا بأس صلي قاعدا، لا تحرم نفسك من الخير. كنت متعبة، عندك صداع، عندك دوار دوخة كذا كذا، اجلب الكرسي وصلي ما فتح الله عليك، 5 ركعات 7 ركعات 11 ركعة، قومي ب3 صفحات، نصف جزء، قد ما يسر الله لك. المهم أن لا تتركي قيام الليل، صلي ولو جالسة، ولو بعض الصلاة قاعدة وبعض الصلاة قائمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي الليل قاعدا، فإذا بقي قدر 50 آية قام، ثم يركع ثم يسجد بعد ذلك. المهم أن لا يترك الإنسان قيام الليل، لأننا نظن لا بد أن تصلي قائما. لا، صلاة النافلة كذلك النوافل بعد الصلوات، أحيانا تمر بالإنسان فترة خمول وفترة كسل وفترة تكون يعني جسده متعبا، فيه إنهاك وفيه تعب وكذا، صلي النوافل ولو قاعدا، المهم ألا تترك هذه النوافل. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من تعوذ من الكسل. بعد أن أورد الترجمة التي قبلها باب قول الرجل إني كسلان، فإذا شعرت بالكسل فمن الحلول التي تزيل عنك الكسل، أول حل هو أن تتعوذ بالله منها، لأن الكسل هو تثاقل
مع وجود القدرة، تثاقل وتباطؤ وضعف في الجسد مع وجود القدرة على مباشرة الفعل. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وهذا الحديث تقدم. قال باب قول الرجل نفسي لك الفداء، هل يجوز لك أن تقول الإنسان أنا أفداك أو نفسي لك الفداء أو أنا فداؤك أو نحو ذلك؟ نعم يجوز. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس على ركبتيه وينثر كنانته، الكنانة الجلد التي تحمل فيها السهام، يقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. وهذا ضعيف الإسناد، لكن هذه الكلمة ثبتت كثيرا، الصحابة يقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك بمعنى أجيبك إجابة بعد إجابة وأسعدك بهذه الإجابة وأنا فداؤك وهذا الشاهد. فقال إن المكثرين هم المقلون، أي إن الأكثرين مالا هم الأقلون ثوابا يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، يعني من شح بالمال وهو أقل ثوابا يوم القيامة وإن كان مكثرا من المال في الدنيا، إلا من قال هكذا وهكذا بالحق، بمعنى فرق ماله وتصدق وأعطى وأجزل وأعطى للناس كثيرا في حق. قلت الله ورسوله أعلم، فقال هكذا ثلاثا، يعني أنه حرك يديه ثلاثا، ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. ثم قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا، أي لو تحول جبل أحد إلى ذهب وكان لي لنا لآل محمد وكان لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال، يعني قبل أن يدخل المساء إلا فرقته في الناس، وهذا لكرم النبي صلى الله عليه وسلم وشدة جوده. ثم عرض لنا واد فاستنتل بمعنى يعني جذبه إلى قدام، فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير يعني على حافة وأبطأ علي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله تأخر، فخشيت عليه، ثم سمعت كأنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده، فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تنادي؟ فقال أهو سمعته؟ قلت نعم. قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. وفي رواية مسلم قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. وإن زنى وإن سرق؟ قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن رغم أنف أبي ذر. بعد ذلك قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول إرمي فداك أبي وأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها للزبير وقالها لغير واحد من الصحابة. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة جعلت فداءك. قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوته كان جميلا حسنا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. وهذه الترجمة فيها أمران مهمان. الأمر الأول أن الكبير إذا قال للصغير الذي مات أبوه كافرا يا بني لا يلزم منه التشبه بالكافرين، يعني إذا كان رجل كبير وقال لولد صغير وهذا الولد الصغير مات أبوه كافرا فقال له يا بني، لا يلزم من هذا أن الكبير يشبه نفسه بوالد هذا الغلام الذي مات على الكفر، لا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيه من المواساة والتلطف بالصغار ما يحرص عليه ديننا دائما، وأن الذي يعني مات أبوه على الشرك إنه وصي بمثل هذه الكلمة يا بني يا ولدي يا كذا يا كذا، فيها من الأدب الجم العظيم وفيه من تأليف قلوب الصبيان. قال حدثنا بشر، وعموما يعني الإسلام هو هي الرابطة التي لا تنفصل، العرى قد تنفصل عرى النسب عرى كذا، أما عرى الإسلام لا تنفصل فيما بين الناس، ولذلك يقول الشاعر أبا الإسلام لا أبا لي سواه إذا انتسبوا لقيس أو تميمي.
قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب بن خريزين الكوفي قال حدثنا الصعب بن حكيم عن أبي عن جدي قال أتيت عمر بن الخطاب فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت له فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني يا بني، وهذا ضعيف إسناده. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن سلمة العلوي قال سمعت أنس يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال كما أنت يا بني، أي اثبت مكانك لا تدخل، لأن آية الحجاب نزلت فلا تدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن، لأنه نزل آية الحجاب. والبخاري رحمه الله تعالى على عادته في الذكاء في الترجمة والفقه العالي، يعني كثير منا لا يعرف قصة والدي أنس بن مالك، ولا نعرف هل مات والد أنس بن مالك على الإسلام أو على غير الإسلام، لكن تبويب البخاري يبين لنا أن أنس بن مالك مات أبوه قبل الإسلام ولم يدخل الإسلام قبل الإسلام. باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، فأورد هذا الحديث الذي فيه أنس، فدل على أن والد أنس لم يدرك الإسلام، نعم، ومات أبوه في الجاهلية، فهذا مذكور في ترجمته، وهذا من دقة البخاري في الإشارات الخفيفة اللطيفة التي ينبغي أن يتفطن لها. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي صعصعة عن أبي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له يا بني. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقول خبثت نفسي، لا يقول خبثت نفسي، يعني إذا شعر الإنسان بنوع غثيان وسوء في النفس وسوء في الهضم وتغير في المزاج والطبيعة والحال، لا تقول خبثت نفسي، لا تشبه نفسك بالشيطان لأن الشيطان هو الخبيث، ولكن قل لقست نفسي كما يأتي في الحديث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقول لنا أحدكم خبثت نفسي، لأن هذا تشبيه للنفس بالشيطان، ولكن ليقول لقست نفسي. وخبثت نفسي ولقست نفسي بمعنى، لكن فيه تخير الألفاظ الحسنة، ولقست نفسي بمعنى فسد مزاجها واعترها الغثيان وسوء الهضم ونحو ذلك. وهذا أخرجه البخاري في صحيح سند ومتنه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقول لقست نفسي. قال محمد، هذا محمد هو البخاري، قال محمد هو البخاري، أسنده عقيل. وقال هناك في صحيح البخاري تابعه عقيل، أي أن عقيلا تابع يونس ورافقه واتحد معه واشترك معه في الرواية عن شيخهم الزهري، كما بينت لكم في الرسمة الماضية في اللقاء الماضي عن ابن شهاب، قال أسنده عقيل يعني عن الزهري أيضا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كنية أبي الحكم. باب كنية أبي الحكم، الكنية هي ما يصدر بكلمة أم أو أب، الكنية هو ما يصدر بكلمة أم أو أب، والكنية لها عدة اعتبارات، أحيانا قد تكون بالأوصاف كأبي الفضل وأبي المعالي، من كان عنده يعني حرص على العلم وعلى أشراف الأمور ومعاليها وأشراف الأمور ويتجنب دسائسها ودنائسها ونحو ذلك، فهذه يعني هي الأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي. وأحياناً تكون بالأولاد كأبي فلان، أبي محمد، أبي زيد، أبي هشام وإلى آخره، وأحياناً لما يتعلق به الإنسان كأبي هريرة، فهو كان عنده هرة يضعها في جيبه ونحو ذلك، فقيل له أبو هريرة. وأما وأحياناً قد تكون الكنية اسماً، مثل اسم أبو بكر، هو في قال بكنية لكنه صار اسماً، مثل اسم أبو بكر كما قلنا. وأما الكنية التي تكون في الأولاد فالغالب في الكنى أن تكون باسم الذكر، وأحيانا تكون باسم الأنثى وهو قليل، مثل إيش تميم الداري عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري إلى آخر الحديث. وأحيانا والأصل في الكنية أن تكون بأكبر الأولاد، الأصل في الكنية أن تكون بأكبر الأولاد، وقد يحاد عن التكنية بأكبر الأولاد لعلة، مثلا الإمام أحمد مشهور عنه أنه أبو عبد الله، إمام أحمد بن حنبل، ولكن الأصل ولده الأكبر هو صالح،
ولكن عبد الله كان يعني هو الذي يلازم أباه أكثر، وهو حريص على العلم أكثر من أخيه صالح، وهو الذي أيضا عنده زوائد المسند على أبي، أضاف بعض الأحاديث على مسند أبيه، فقيل له أبو عبد الله. وأيضا أحيانا تكون علة أخرى، مثل إنسان مشهور في حياته مثلا أنه أبو حسين، هو مشهور أبو حسين أبو حسين، ثم لما تزوج أنجب بنتا أنثى فسماها أي اسم، مريم، سماها عائشة، أي اسم. فيظل الناس ينادونه بأبي حسين، ينادونه بأبي حسين، ولكن بنته البكر هي على غير ما هو معروف عليه. بعد ذلك قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كنية أبي الحكم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن مقدام بن شريح بن هاني إن الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم. يعني هذه الكنية فيها تزكية ومبالغة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، ولا راد لحكمه ولا راد لقضائه. قال: فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال: لا، يعني أنا لم أقصد هذا المعنى يا رسول الله، ولم يكن قصدي أني يعني لي الأمر والنهي الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، أما فصلك في القضاء بين الناس والحكم بينهم والإصلاح بينهم هذا أمر حسن لا أفضل منه ولا أجمل منه الإصلاح ذات البين ونحو ذلك. ثم قال: ما لك من الولد؟ قلت: لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هاني. قال: فمن أكبرهم؟ هذا هو الأصل، أن الكنية تكون بالأكبر. فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهذا فيه تغيير الكنية إلى كنية أفضل منها وأكمل وأجمل، والتي ينتفي عنها المحاذير الشرعية. ودعا له وولده، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. يعني غير اسمه، لأن هذا فيه تعبيد الإنسان للحجر، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. قال: لا، أنت عبد الله. قال: شريح. وإن هاني أن لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال: أخبرني بشيء يوجب، يعني انظرنا المفردة، ما قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يقربني، ما قال لي أخبرني بشيء يسهل لي الجنة، قال: لا، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، كأني قد دخلت الجنة. قال: عليك بحسن الكلام، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلانة الكلام للناس، وتطيب الخواطر، والإبعاد عن جرح مشاعرهم بالكلام السيء، وعليك الابتعاد عن الفحش والبذاءة في الكلام، وبذل الطعام، بذل الطعام لطالبيه من المحاويج والجائعين وكذا وكذا وكذا. فهاتان الخصلتان من أعظم ما يجب للإنسان الجنة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وبوب عليه في كتابه السنن: باب تغيير الاسم القبيح. باب تغيير الاسم القبيح. قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. فالاسم الحسن لا بد فيه يعني أن يكون حسنا شرعا، يكون حسنا شرعا، وأيضا يكون يعني حسنا مجتمعا، واضح؟ ولأن يعني فالأصل هو الحسن الشرعي، هو القاضي على كل شيء، وهذا يعني أيضا فيه قاعدة سد الذرائع، واضح؟ لئلا يقع المكروه فيلقي الشيطان للناس أن هذا المكروه إنما وقع بسبب فلان، فيقع في بعض النفوس يعني شيء من القبح والتطير بهذا الاسم. يعني مثلا لو أن شخصا مندوبا لقبيلة واسمه حرب، وقال له: روح أصلح بيننا وبين القبيلة التي هي جارتنا، فلما ذهب لم يوفق في الصلح، وغضب الفريق الثاني أو القبيلة الثانية، وجاءت وهجمت على القبيلة الأولى، فالناس يتشاءمون ويقولون: ما شفت واحد ترسله إلا واحد اسمه حرب، أكيد سيأتي لنا بالحرب، واضح؟
فهذا يعني معناه أن الناس يعني يقع في نفوسهم من الشيء القبيح تجاه هذا الاسم ولمعناه، فلذلك يعني يتخير الاسم الحسن. وهذا الاسم الحسن أيضا من حقوق الولد على أبيه، من حقوق الولد على أبيه، ولأن الاسم الجميل يحمل الإنسان على المعاني الإيجابية والمعاني الحسنة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سلم بن قتيبة. وأحيانا يكون الاسم جميلا لكنه يعني في ذاك المجتمع، في نفس المجتمع لا يكون هذا الاسم مقبولا، فهذا قد يسبب يعني للولد بعض الحرج أو للبنت بعض الحرج، والإنسان هذا يراعي فيه جنسيته ويراعي فيه قبيلته والذي يشيع في وطنه وفي مكانه، فهذه أمور كلها تراعى. بعض الأسماء غير مقبولة في بعض المجتمعات وبعض الأسماء غير مقبولة في مجتمعات أخرى، فلذلك يعني الوالدين يحرصان على انتقاء الاسم الذي هو معناه جميل شرعا ومقبول مجتمعا ولا يسبب حرجا للولد أو البنت. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حمل بن بشير بن أبي حدر قال حدثني عمي عن أبي حدر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسوق إبلنا هذه؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ قال رجل: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها، أنت لها فسقها. وهذا الحديث يعني ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كان يعجبه إذا خرج لحاجة، كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا نجيح يا راشد، مثل هذه الأسماء التي تدل على المعاني الإيجابية الجميلة. وإن كان الاسم لا يجلب الخير ولا يدفع الشر، واضح، لكن يتفاءل، لكن الناس يحصل عندهم معاني إيجابية وتفاؤل حسن، لكن لا يكون، حتى لا ندخل في باب الطيرة، لا يعني أن فلان اسمه حرب لذلك جاء الحرب، ولا يعني أن فلان اسمه شهاب بسبب ذلك وقعت شعلة من النار من السماء على الأرض، لا، الاسم لا يغير من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، لكنه فعل حسن وتفاؤل ويعني بمعنى إيجابي ونحو ذلك. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا نجيح يا راشد، مثل هذه الأسماء التي تدل على المعاني الجميلة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السرعة في المشي. باب السرعة في المشي، وهذا قد يكون أدبا في بعض الأوقات، وهو حسن في الرجل، وهو حسن في الرجل، لأنه يدل على علو الهمة ويدل على أنه لا يلتفت لبنيات الطريق. ومن كان يسرع في المشي فإنه لا ينتبه لكثير مما يكون في الطريق من النساء الكاشفات ونحو ذلك، فيدل على الهمة ويدل على أيضا غض الطرف ونحو ذلك. ولذلك النبي عمر رضي الله عنه كان له وصية يوصي بها أحد الشباب، قال: يا بني، إذا مشيت فأسرع، وإذا ضربت فأوجع، وإذا أطعمت فأشبع، إلى آخر ما أوصاه به. ولكن ما دام الدرس نسائيا، أما المرأة فالسرعة المبالغ فيها لا تحمد، كما أن التكسر في مشيتها لا يحسن بها، لأن كلا هذين الأمرين يلفتان أنظار الناس إليها، فالمرأة تمشي مشيا مقتصدا محترما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن ابنة الرجل الصالح، قيل هو شعيب عليه السلام وقيل غير ذلك، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، المشي التي تدل على أن هذه الفتاة محترمة وأنها كريمة شريفة أبية، فلا تبالغ تلك السرعة التي ينظر إليها وكأنها مجنونة، ولا تمشي أيضا كمشية متكسرة متميعة متباطئة متثقلة جدا. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم فقال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. قال الإمام الألباني: صحيح لغيره دون سبب الحديث والإسراع، يعني إذا قد قلت إليكم مسرعا إلى هنا صحيح، ما بعد ذلك غير صحيح. ومعنى كلام الناس أن لكل شخص من اسمه نصيب، يعنون أن هذا الاسم يحمله على معاني ذلك الاسم، واضح؟
يعني من كان اسمه جميلا ومعانيه جميلة، الناس دائما يشجعونه يقولون يا راشد ما شاء الله أنت اسمك يدل على الرشد، وإذا جاءوا ينصحونه يقول ما شاء الله ترى اسمك من الأسماء الجميلة والتي تحمل على البر والتقوى، حاول أن تترك هذه المعاصي، حاول كذا كذا. هذا معناه يعني أن الاسم يعين ويقرب للإنسان أن يعمل بمعاني ذلك الاسم من المعاني الجميلة، لا يعني أن الاسم يغير القدر ونحو ذلك، بل الاسم يعني يعين الإنسان على أن يتمثل معاني ذلك الاسم وأن يغير بعض الطباع التي تنافي معنى ذلك الاسم. هذه تقول ماذا عن النساء اللاتي يركضن في المسعى؟ لا، ما يجوز للمرأة أن تركض في فيما بين العالمين، واضح؟ لأن ركضها سيلفت الانتباه إليها، ثم إنه سيطلع منها على ما لا ينبغي أن يطلع، والعلة ظاهرة وواضحة. المرأة إذا يعني ركضت ربما يعني التصقت عباءتها بجسدها كثيرا إلى آخره، وفيه محاذير لا تخفى على ذي لب. فالمرأة لا تركض بين العالمين، إنما هذا الركض خاص بالرجال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أحب الأسماء إلى الله، قال حدثنا في إحدى الأخوات عندها الميكروفون مفتوحا، حبذا لو تغلقوا. يعني كلمة قد أقبلت إليكم مسرعا هذه صحيحة، فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بشى مسرعا، وما بعد ذلك لأخبركم، يعني أسرعت لأخبركم بليلة القدر، هذه لأخبركم بليلة القدر وما بعدها هذا غير صحيح. ما لأخبركم بليلة القدر وما بعدها هذا غير صحيح، قد أقبلت إليكم مسرعا هذه الجملة فقط هي الصحيحة. قال وأيضا يعني حتى هذه السرعة التي في المشي التي تطلب من الرجال ونحو ذلك، لا يعني السرعة التي يعني تكون لدرجة أنه يلتطم بالناس يعني يطأ رجل فلان، لا، ليست المبالغة الشديدة، لا، إنما المعروف يعني المقتصد فيه. قال باب أحب الأسماء إلى الله، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام، هكذا في بعض النسخ، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام، وفي بعض النسخ قال حدثنا محمد بن يوسف أبو أحمد قال حدثنا هشام، بعض النسخ حدثنا محمد بن يوسف أبو أحمد قال حدثنا هشام وهو الأرجح، قال حدثنا هشام بن سعيد قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء. وهذا يعني فيه يعني النظر إلى القدوة الصالحة وأحب الأسماء، وسيأتينا يعني التسمي بأسماء الأنبياء باب مستقل، لكن هذا الحديث فيه بعض ما فيه. قال تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث، حارث هو الكاسب الذي يعمل، هذا يدل على المعنى الجميل الذي يعني يحرص على ترك الكسل والتثاقل، وهمام لهمام الذي عنده همة يهم بالشيء بعد المرة بعد المرة، فهذا أيضا فيه يعني معنى القوة ومعنى القوة النفسية وعدم التثاقل والتكاسل. وأقبحها حرب ومرة، لأن الحرب ما يتفائل به هذا الاسم، ما فيه خير، تفريق الأولاد عن الأمهات وإلى تفريق المجتمع بالحروب ونحو ذلك. ومرة لأن المرة أمر كريه، لأن مرة أمر كريه. قال الباني صحيح دون جملة الأنبياء، يعني الحديث كله صحيح إلا كلمة تسموا بأسماء الأنبياء، هذه الجملة غير صحيحة. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، أي لا نكنيك بهذه الكنية لأنها لرسول الله، ولا كرامة أي لن تحظى بالكرامة، لن تحظى بالكرامة بأن تكنى بهذه الكنية، لن تحظى بالكرامة بأن تكنى بهذه الكنية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن، وهذا الحديث
صحيح سندا ومتنا، بل أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. قال بعد ذلك: باب تحويل الاسم إلى الاسم، يعني إلى اسم أفضل منه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي، أي فانتبه النبي، يعني أخذ الصبي من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان منشغلا بشيء، وبعد ذلك انتبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي ليس بين فخذيه قد أخذ، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو سيد: قلبناه يا رسول الله، يعني أرجعناه إلى أمه. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. والمنذر اسم يعني فيه معنى النذارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه خير عظيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أبغض الأسماء إلى الله. قال: حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء أقبح وأفحش وأفجر، والخنا هو الفحش، وهذا أصله. قال: أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ملك الأملاك وما يكون في معناه، كما عند أهل الفرس يسمون شاهن شاه ملك الملوك، أو في العربية يقال ملك الملوك، وهذا يعني هذه مما لا يجوز، وهذه فيه من المبالغة الشديدة، وهذا يؤدي بالإنسان إلى الهلاك. قال: وهذا أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. باب من دعا آخر بتصغير اسمه، وهذا فيه معنى التلطف والتدليل، خصوصا ما يكون بين الزوجين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخم اسم عائشة إلى قوله يا عائش، وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش، وأيضا كتصغير باسم الولد الصغير، وهذه ما فيه معنى التلطف والتأدب، وأحيانا يكون يعني بين الزوجين لما فيه من التألف القلوب وتحقيق المودة والمحبة والرحمة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد ابن المهلب عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا فقال: يا طليق. هذا فيه تلطف الشيخ بتلميذه، تلطف الشيخ بتلميذه، فقال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ. يعني هذا طلق بن حبيب كان يقرأ الآيات التي فيها خالدين فيها، وهو يظن أنها لكل الناس، فجابر يبين له أن هذه خاصة بالمشركين، هم الذين يخلدون في النار، أما أهل الجنة أما أهل الإسلام وكل من نطق لا إله إلا الله فإنه يخرج من النار. قال: باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة بن حذيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه، وهذا وإن كان ضعيف سندا، هذا وإن كان ضعيف يعني من حيث الحكم على الحديث، لكن معناه صحيح، ولذلك يذكرون في كتب الأدب، يعني يقولون: إذا دخل صديقك أو قريبك أو نحو ذلك فوسع له في المجلس وكنه، يعني لو أن أناس يجلسون في مجلس أو في حلقة وكانت ضيقة، فلما دخل أحدهم أو دخلت إحداهن فقالت لا إحداهن يا أم فلان تعالي اجلس جنبي، ووسعت لها، لا شك أنه هذا سيقع في قلبها موقعا حسنا، أولا إذ كنتها، الثاني إذ فسحت لها في المجال وقربتها منها، فهذا هو أن يدعى الإنسان بأحب الأسماء إليه. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نعود بعد 5 دقائق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سألت إحدى الأخوات عن حكم كلمة جلالة الملك، هذا ما فيه إشكال ولا فيه بأس، والجلالة هو من يجله، له إجلال وتقدير و إكرام واحترام من الناس، فهذا يعني لا إشكال فيه، وثم يعني لا يفهم منه
الاشتراك مع الله سبحانه وتعالى في اسمه الجليل. فالله سبحانه وتعالى رؤوف الرحيم، وأطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وليست رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كرحمة الله سبحانه وتعالى، وليست رأفته كرأفة الله. وأيضا إذا قيل جلالة الملك ليست كما يجل الله سبحانه وتعالى، فله جلالة تليق، كل له جلالة تناسبه، فلا إشكال في هذه. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز كان أيضا يكتبها لمراسلة الملوك، ولا إشكال فيه. وسألت إحدى الأخوات عن حديثنا المؤنسات الغاليات، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث هو في الأصل من رواية قتيبة عن ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه كلام عند أهل العلم، لكن قالوا إن رواية العبادلة ورواية قتيبة بن سعيد عنه مما يقبل. وأيضا له شاهد قوي من رواية عروة وهو مرسل، وعموما قواه الألباني بهذا، فهو حديث يعني مقبول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإحدى الأخوات تسأل عن موضوع الشهادات والإجازات، إن شاء الله ستعطى جميع الطالبات الإجازة أو جميع المشاركات، لا نقول طالبات، يعني ما شاء الله بعضهن في مقامات ومستويات علمية عالية، فكل المشاركات إن شاء الله سيحصلن على الإجازة. وكما قلنا بعد أن تعطى الإجازة، من استمعت للدروس كاملة أو حضرت كاملة تأخذها كما هي، ومن كان عندها فوت تكتب في ظهر الإجازة فاتني من حديث كذا إلى حديث كذا، وفاتني من حديث، تكتب الفوت الذي حصل لها. قال البخاري رحمه الله تعالى، باب تحويل اسم عاصية. باب تحويل اسم عاصية، وهذا الاسم هو في الأصل يعني في الجاهلية كان يعني يدل على الإباء والامتناع، لكن يدل فيه أيضا معاني العصيان، هو ضد الطاعة، فلذلك لم يكن جميلا، ولذلك حول. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وهذا أجمل وألطف وأكمل. قال حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد كلاهما قال حدثنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو ابن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده قال فقلت اسمها برة، يعني أنها بارة بالله سبحانه وتعالى وعندها بر كثير وكذا. قالت غير اسمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب، فلأن هذا الاسم فيه معنى التزكية، وفيه أيضا يعني هم يتحاشون المعنى السلبي. إذا قيل برة في البيت يقولون ما في برة، يعني هذا البيت كله ما فيه بر، فهم يتحاشون من مثل هذه المعاني الضدية، مثل بعض الأسماء التي يعني ستأتينا، وهم كما قلت يتحاشونها من بسبب الضد. إذا قيل هل في البيت مثل اسم أفلح كما سيأتينا، هل في البيت أفلح؟ فيقال لا، ما في أفلح. إذا قيل ما في أفلح كأن فيه معنى غير جيد، يعني هذا البيت كله ما في شخص يرجى أن يكون من المفلحين وكذا وكذا، فيعني كره هذا الاسم لما يترتب عليه من هذا الأمر. قال واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب، فدخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال وأيضا يقال من أين جئت، خرجت من عندي برة، وهكذا غير جيد يقولون. فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بالبرة من كنا والفاجرة، سميها زينب، فقالت فهي زينب، فقلت لها أسمي، فقال غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميها زينب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب الصرم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه وكان اسمه الصرم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا، الصرم القطع، وهذا فيه معنى غير جيد، يعني قال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا، قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. وهذا ضعيف من جهة الإسناد. قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هان ابن هانئ عن علي رضي الله عنه قال لما ولد
الحسن سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه، فقلنا حربا، قال بل هو حسن، فلما ولد الحسين سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه، قلنا حربا، قال بل هو حسين، فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني هذا ابني ما سميتموه، قلنا حربا، قال بل هو محسن، ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر، وهذا حديث ضعيف. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب غراب، اسم غراب يعني. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن أبزة قال حدثتني أمي رائطة بنت مسلم عن أبيها قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لي ما اسمك، فقلت غراب، قال لا بل اسمك مسلم. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وعلى كل هو اسم غراب يعني الغراب هذا طائر يعني غير فيه ما فيه من الصفات. وثم قال باب شهاب، والشهاب أصلهم هو الذي ينقض في الليل يشبه الكوكب، والذي ينقض في الليل وهو يشبه الكوكب، وفي الأصل هي الشعلة من النار، في الأصل الشهاب هو الشعلة من النار. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران بن القطاني عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قال ذكر عند النبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام. هذا الحديث حسن، وفيه تغيير الاسم إلى أحسن منه وأكمل منه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب العاص، العاص وهو أصله العاصي مثل القاضي فحذفت منه الياء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر بن عبد الله عامر عن عبد الله بن مطيع قال سمعت مطيعا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. معناه لا يقتل قرشي صبرا، القتل الصبر هو أن يربط الإنسان ويقتل، أن يربط الإنسان ويقتل هذا يسمى قتل الصبر. وهذا فيه يعني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن قريشا سيسلم، أن قريش سيسلمون جميعا ولا يرتد منهم أحد حتى يقتل صبرا، إلا في القود، إلا في القود عند كما عند الدارمي، إلا إذا قتل قرشي غيره فحينها يقتل. قال فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، كلهم كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. وبعض الأخوات يسألنا عن اسم شريفة واسم إيمان واسم هدى وكذا وكذا، هل فيه من التزكية؟ هم الناس يسمونه هذا من قبيل التفاؤل، من قبيل التفاؤل. وعلى كل، كل ما ورد في هذا ما لم يكن فيه تعبيد لغير الله أو فيه معنى محرم فهو نهي تنزيه، فهو نهي تنزيه لا نهي تحريم، ونهي تنزيه لا نهي تحريم يعني الأولى والأفضل والأكمل ألا يسمى بهذا الاسم، إلا اسم شهاب واسم إيمان واسم شريفة، وهذا يعني شائع في البلدان وعند الناس، فهذا هو معناه. يعني لما بعض الناس ما يقصد التزكية مثل التي يعني أمها سمتها شريفة أو أبوها سماها أو إيمان، فهنا لا يقصد التزكية وإنما قصد به التفاؤل، مثل اسم صالح، اسم صالح فهذا أيضا قصد به التفاؤل بأن يكون الولد صالحا، واسم نبي الله صالح فهذا يقصدون به يعني التفاؤل ونحو ذلك لا التزكية. قال باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، وهو الذي سميناه ترخيما، وأنا أخطأت وأعتذر في الحديث رقم في حديث 818، حديث 818 هذا التصغير وليس الترخيم. التصغير مثل عابد يقال له عبيد، صالح صليح، سامي سمي، وهكذا هذا تصغير. فهذا أيضا تصغير اسم الإنسان لا يعني التصغير من قدره في حديث 818، وإنما يقصد به التلطف ونحو ذلك. وهنا أيضا باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، هل هذا يدل على التنقيص من الاسم أو الأدب أو نحو ذلك؟ لا، بل هو أيضا يعني تلطف، وربما يكون دلال إلى الزوجة أو الصغير التلطف به ونحو ذلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا الشاهد، يا عائش، أنقص التاء المربوطة، وهذا الذي يسمونه في اللغة العربية الترخيم، الترخيم، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه فائدة، أنه يرد السلام ولو كان المسلم غائبا، يرد السلام ولو كان المسلم غائبا، كما يكون حال المكاتبة والمراسلة، مثل اليوم في الدردشة يكتب للإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأصل أنه يرد. لكن أنت يا من تسلم انتبه، بعض الناس يقول فلان حتى ما يرد السلام، لكن قد يكون رده باللفظ. بعض الناس الظنون السيئة تورثه هذا الأمر، مثلا تقول لفلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت جاي المحاضرة اليوم، فيكتب نعم، فيحمل المرسل في قلبه يقول لماذا لا يرد السلام، لعله ردها باللفظ واختصر الكتابة. فهذه الظنون السيئة لابد من أن نتجنبها. وعموما من أكبر مشكلات عصرنا اليوم المراسلات، فلان تأخر في الرد، فلان كذا، فلان قال كلاما جلفا، فلان قال كذا، ما كان ينبغي كذا، أرسلت لها خصوصا يعني عند النساء، أرسلت لها في الصباح ولم ترد إلا الليل، أو رأت تخرج ابني في الجروب ولم ترد ولم تبارك ولم تهني، وتقوم المشكلات وتقوم الدنيا ولا تقعد لأجل مراسلة. وهنا ينبغي أن نوجه كلمة ونقول في الأسماء في الأذان همسة: ينبغي على الإنسان أولا أن يكون حسن الظن بكل الناس. أحياناً لحين أرسلت الرسالة قد يكون الجوال في يد الابن، أرسلت رسالة لأختك والجوال كان في يد ولدها، ففتح الرسالة واستمعها ولم يخبر أمه، والأم لم تنتبه ولم ترد، فهذا عذر. من الأعذار أنها رأت الرسالة ثم انقطع عنها الإنترنت، من الأعذار رأت الرسالة ثم انتهى الشاحن من الجوال، من الأعذار أنها رأت الرسالة وجاءها واجب أوجب من ذلك كأمر زوج أو أمر والدين أو نحو ذلك. والظنون الحسنة في هذا بابها كثير. لا ينبغي للإنسان أن يكون يعني سيء الظن في هذا. وأنت يا أيها المرسل أرسلت في الوقت الذي يروق لك، فليس على المستلم والراد إثم في إذا رد في الوقت الذي يروق له، إلا إن كان في أمر ضروري أو نحو ذلك، فيحسن أن تتصل به بدلا من الإرسال إن كان الأمر ضروريا أو نحو ذلك. وعلى كل حال، فهذه المراسلة وهذه المكاتبة ينبغي أن يكون لها آداب، لأنها أصبحت يعني كالمجلس الحاضر، كالمجلس الحاضر، مما يحسن فيه الاستئذان والتلطف في وقت الإرسال والاختيار الوقت الأمثل وعدم الإزعاج وإعمال الظن الحسن ونحو ذلك إلى آخره. والناس عموما في هذا الباب يعني على مذاهب شتى. في أناس أثقل شيء في قلوبهم أن يكتبوا رسالة نصية، ما عنده إشكال أن يتكلم بالجوال والسماعة ساعة، لكن لو قيل له أكتب رسالة في دقيقة في كذا ما يحب هذا. فلا بد أن تقدر هذه الظروف وهذه الفروق بين الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قالت عليه السلام ورحمة الله، قلنا فيه رد السلام على المسلم ولو كان غائبا كالمراسلة والمكاتبة، عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترى ما لا نرى من الملائكة وما يطلعك الله عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح سندا ومتنا، وفيه ترخيم النبي صلى الله عليه وسلم باسم عائشة، بل هو من الأدب الجم والتلطف في العبارة والأخذ بالنفوس. قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة، فإن أخاها المخارقة ابن ثمامة قال: ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا. وعثمان بن عفان يعني حصلت له إشكالات، بل قتل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صائما، قد أكثروا فيه عندنا. قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كفا أو كتف ابن عفان بيده. اكتب عثم
يعني أنقص من اسم عثمان الألف والنون، هذا هو الترخيم. فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه إلا رجلا عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. وهذا حديث ضعيف من جهة الإسناد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زحم. وهذا الاسم يعني من ليست له المعاني الجميلة، لأنه يدل على الانضمام والشدة والمضايقة، زحمة يعني. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثنا بشير بن نهيك قال حدثنا، الذي أعرفه كان هناك أحد الرواة بشير بن نهيك، خليني أتأكد من النسخة الثانية. نعم، هو ابن نهيك، بشير ابن نهيك. قال حدثني بشير قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت، أي أصبت كل خير. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، أي فاتهم. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتيتان، نوع من الأحذية يلبسه إلا ذوي الهيئات، قال: يمشي بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، فخلعن عليه. وهذا الحديث يعني تقدم معناه. قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور، حديث عثمان بن عفان حديث ضعيف. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن إياد عن أبيه قال: سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية، وكان اسمه زحم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. وهذا الحديث صحيح. باب برة، وهذا الحديث تقدم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس أن اسم جويرية كان برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، لأن هذا ما فيه معنى التزكية. وعلى كل إنسان يجتنب في التسمية للأبناء ونحو ذلك ما يوهم معنى التزكية. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان اسمه ميمونة برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. بعد قال ذلك: باب أفلح. وهذا الاسم يكره لشناعة الجواب، نعم. في بعض النسخ حديث 831 وقع حدثنا شيبان، وفي بعض النسخ حدثنا سفيان. فقال: باب أفلح. وهذا أفلح إنما كره كما قلنا لشناعة الجواب. هل في البيت أفلح؟ يقولون: لا يوجد. خرجت من عندي أفلح، غاضبت أفلح. فضده في الجواب يكون فيه نوع شناعة، فلذلك كره. ليس في البيت أشنع، ليس في المدرسة أفلح، عفوا، ليس في الحديث، ليس في كذا أفلح. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح، ولا أدري قال رافع أم قال أم لا، هل يقال ها هنا بركة؟ فيقال: ليس ها هنا بركة، لشناعة الجواب. لو سئل في البيت في بركة؟ فالجواب: لا، ما في بركة، بركة خرجت. فهذا الجواب فيه شناعة، يعني البيت هذا ليس فيه بركة، ليس فيه خير، ليس فيه صلاح ونحو ذلك، فكره لهذا الأمر. واضح؟ فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. وعلى كل كما قلنا، هي الكراهة هنا للتنزيه، وهو بمعنى الأولى والأفضل والأكمل أن تجتنب هذه الأسماء. قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار، يسار اللي هو الخير والصلاح والرزق ونحو ذلك، وأفلح ونحو ذلك. ثم سكت بعد عنها، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سكت رحمة بالأمة.
فلم يقل شيئا، وذلك لأن هذه الأسماء عمت بها البلوى، عمت بها البلوى يعني انتشرت وفشت وكثرت. قال فالنهي عنها يعني كأنه سيسبب بعض الحرج. قال باب رباح، وهو من الربح أيضا، وهو أيضا يكره كما لنفس العلة التي في اسم أفلح. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال حدثنا عكرمة عن سماك أبي زميل، قال حدثني عبد الله بن عباس، قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب أسماء الأنبياء، أو باب أسماء الأنبياء. قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا داود بن قيس، قال حدثني موسى بن يسار، قال سمعت أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أبو القاسم. وهذا النهي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالكنية بأبي القاسم، وإن كان هناك قول لأهل العلم على المنع مطلقا بالتكنية بأبي القاسم، وجوزها بعض أهل العلم وقالوا إن هذا النهي منصرف إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إنما قصدت هذا، يعني قصدت غيرك يا رسول الله. قال وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا آدم، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا أخرجه البخاري في صحيح سنده ومتر. قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم القطان، قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. هذا فيه اسم يوسف، اسم النبي يوسف عليه السلام. هذا فيه من باب التفاؤل الاقتداء بالصالحين. قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وفلان أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام وأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور أن الأنصارية قال حملت على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث سليمان ولد له غلام فأرادوا أن يسميه محمدا، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا، أي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تتكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم المواريث وما يفيء الله به في الغزوات ونحو ذلك. وهذا الحديث أخرجه وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. قال حدثنا محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بريد عن أبي بريد عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، إبراهيم اسم خليل الرحمن، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولدي أبي موسى. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس ويلقب بأبي موسى الأشعري، وولده الأكبر اسمه إبراهيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز تكنية الإنسان بغير أكبر ولده، وإن كان الأصل أن يكن الإنسان بأكبر ولده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب حزن. أصل الحزن هو ما غلظ من الأرض وصلب، وهو ضد السهل، يدل على التصلب وعدم الليونة ونحو ذلك والتحجر، فهذا معنى اسم حزن وهو ضد السهل. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا حزن، جد سعيد بن المسيب، قال ما اسمك؟ قال حزن، قال أنت سهل، أنت ضد اسمك. غير له النبي صلى الله عليه وسلم اسما جميلا في هذا، قال أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. عن هذا لم يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الاسم، فما زالت الحزونة فينا، أي صرنا نتوارث هذه يعني الشدة وعدم الليونة صارت فينا بهذا الأمر. وأيضا هذا الباب فيه كما قلنا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، لأن هذا حزن لما غير له النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، فما أحب التغيير،
أحب أن يستمر على الاسم الذي سماه أبوه، فدل على هذا على أن النهي للتنزيه، يعني أنه خلاف الأولى، وإلا لو كان النهي للتحريم لوجب عليه أن يقبل. واضح أخواتي؟ فدل هذا على أن النهي للتنزيه لا للتحريم، إلا الأسماء التي قلت لكم يعني حرمها الشرع لعلة، مثل عبد الحجر، عبد اللات، مثل هذه الأسماء ما تجوز. وهذه تقول في الخاص: هل يدخل جلالة الملك فيما يقال في بعض، هل في معنى ملك الأملاك ونحو ذلك؟ هذا الجواب السؤال أجبنا عنه بعد العودة من الاستراحة، لعلك تسمعين في التسجيل إن شاء الله. نعم، هو للكراهة، لكن كراهة تنزيه. قلنا الكراهة في الكراهة عندنا نوعان، هناك كراهة تنزيه وكراهة تحريم. كراهة تنزيه وكراهة تحريم. كراهة التحريم يعني حرام، ما يجوز أحد يفعل هذا الأمر ولا يجوز أن يسمي به. وكراهة تنزيه يعني أنه الأفضل أن لا يسمى به، يعني هناك أسماء أولى وأفضل من هذه. هذا معنى كراهة التنزيه في إطلاقات العلماء. وهذا قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة قال: جلست إلى سعيد بن مسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسم، ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن مسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. وهذه تسأل عن اسم رؤوف ورحيم ونحو ذلك. طبعا هناك صفات مشتركة يعني في المعنى الكلي، انتبهنا، هذه مسألة دقيقة في العقيدة حتى لا يفهم على غير المراد. في أسماء وبعض الصفات في المعنى الكلي فيها شراكة، الله عنده رحمة والمخلوق عنده رحمة، وليست رحمة المخلوق كرحمة الله، كما بينا في أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، وليست رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم كرحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه في اشتراك في المعنى الكلي. في بعض البلدان يعني بعض البلدان باكستان ونحو ذلك عندهم يشيع مثل هذا الاسم رحيم ونحو ذلك، بمعنى راحم وعنده رحمة ونحو ذلك. فهذا يحمل على القدر الذي يليق به على أنه على قدر رحمة الإنسان، وهذا من هذه الحيثية لا إشكال فيه، لأنه لا يتوهم أن هذا الإنسان عنده مثل رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. وإنما أهل العلم أحيانا يعني يطلقون يعني الذي يجتنب مثل الرحيم بالتعريف، الرحيم مثل هذه لا، لأن يعني كأن فيها جمع معاني الرحمة كلها. وأما مثل رحيم وما يسمونه بصير، فالإنسان بصير عنده بصر، والله سبحانه وتعالى بصير، وليس البصير كالبصير. واضح؟ وهذا باب عظيم في باب الصفات، صفات الله وأسمائه. ومن هنا نفات الصفات أوتوا من هذا الباب، لأنهم يتوهمون الاشتراك من كل وجه. واضح؟ فنفوا صف كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة السبعية يثبتون سبع صفات، ويعني حتى بالعقل، يعني إذا عملنا العقل الآن، إذا قلت لكم باب الطائرة، باب الطائرة، وقلت لكم باب الغرفة، هل باب الغرفة يشبه باب الطائرة في الانفتاح والانغلاق وفي التفاصيل؟ قطعا لا، فرق. هذا باب وهذا باب، لكن فرق بينهما. فكذلك الله سميع والعبد سميع وليس السميع كالسميع، الله بصير والعبد بصير وليس البصير كالبصير. فهذا يقال في باب صفات الله سبحانه وتعالى. فمن هنا أوتي المعطلة، معطلة الصفات والمؤولة لصفات الله سبحانه وتعالى، مثل أيضا الذين يؤولون الصفات الفعلية كما عند الأشاعرة، مثل الرضا والغضب والضحك. يقولون الضحك عند العبد يعني ينتج عن الضحك انبلاج الأسارير، يعني أن الإنسان هذه الخد يعود إلى الوراء وتبرز الأسنان. وأيضا يقولون إن الضحك منشأه يعني نوع تغير يعتري الإنسان وجريان في الدماء ونحو ذلك. فهم يتصورون أن ما في المخلوق موجود فيما عند الله، لا، ليس كذلك. الله ليس كمثل شيء، الله يضحك، والله كما قال الأحماني: والله يضحك لا كضحك عبيده. وكذلك يعني الكلام في الصفات باب طويل،
إذا كان هناك إن شاء الله دورة في العقيدة يكون هناك في تفصيل، لكن نكتفي بهذه الإشارات السريعات وليفهم الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسمة، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينه. فهذا الحديث تقدم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما قلت، ما قالت الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا: لا يجوز للإنسان أن يسمي، يعني أن يكتني بكنية أبي القاسم على الإطلاق، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجوز، القول الثاني يجوز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قالوا يمنع أن يجمع الإنسان أن يكون اسمه محمد ويكتني بأبي القاسم. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. قال: حدثنا هذا الحديث 842 أخرجه البخاري في الصحيح سندا ومتنا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن منذر قال: سمعت ابن الحنفية يقول: كانت رخصة لعلي رضي الله عنه، أي أن يكتني بأبي القاسم. قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. فقالوا: الرخصة دليل على المنع. وهذا الحديث صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته، وقال: أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. فقالوا: هذا الممنوع. بعض من أقوال أهل العلم قالوا: أن يجمع الإنسان بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، فمنعوا هذا. وإليه أيضا جنح الإمام الألباني رحمه الله تعالى واختاره. قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوت هذا. فقال: سموا باسمي ولا تكنوا ولا تكنوا بكنيتي. وهذا أخرجه البخاري في صحيح سند ومتن. وقد تقدم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يكنى المشرك، هل يكنى أو هل يكنى المشرك. كله صحيح. ونعم، إذا كان مشهورا. الأصل الكني أنها للتكريم، والمشرك غير كريم، غير كريم وغير مكرم. فيكنى المشرك إذا كان مشهورا بهذه الكنية، غلبت هذه الكنية على اسمه، أو كان يعني لأجل تألفه على الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد، ونحو ذلك. وأيضا يكنى إذا كانت الكنية للذم، ناديه بكنيته إذا كانت الكنية للذم، كأبي جهل وأبي لهب، وكما يكنى الشيطان بأبي مرة. فهذه إذا كانت الكنية للذم في غير المسلم أيضا ينادى بها. وأما إن كانت على سبيل الإكرام والتأدب وليست هناك مصلحة ولا تألف للإسلام ولا كذا فلا. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب، عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير. بعض النسخ فيها أخطاء مثل هذا النسخة التي عندي، عقيل هو عقيل، عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا في عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال: لا تؤذينا في مجالسنا، في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، يا سعد، يعني ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كنا أبا عبد الله بن أبي بن سلول، يريد عبد الله ابن أبي بن سلول. وهذا الحديث صحيح. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الكنية للصبي. باب الكنية للصبي، وهذا من أدب الإسلام وملاطفة الصبيان، وفيه أيضا معنى التفاؤل أن هذا الصبي يكبر ويتزوج ويولد له. واضح؟ أولا أنه من التلطف والتأدب والتكريم، وفيه معنى التفاؤل أن هذا الصبي يكبر ويتزوج ويولد له. وأيضا الكنية تحمل الصغير على أن يتمثل المعاني العظيمة، وخصوصا المرأة التي يكون عندها ولد يعني وتحب منه يعني أن يكون عنده رجولة ونحو ذلك، فتناديه بالكنية، فهذا يزيد من حماسة ولدها، ويستشعر معنى أنه كبير وأنه يعني مسؤول عن أمه ومسؤول عن عائلته. فهذا فيه معاني يعني تقوية لمعاني الشهامة في الولد ونحو ذلك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له، هذا هو الشاهد، هذا الصغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به،
فمات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ قيل مات النغره. فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وقلنا هو هذا طائر صغير يشبه العصفور وأحمر المنقار كما يقولون. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال باب الكنية قبل أن يولد له، وهذا أيضا لا إشكال فيه، وفي معنى التكريم والتلطف والتفاؤل أيضا. وعلى كل كما قال الألباني رحمه الله تعالى، الكنية أدب إسلامي وعربي، أدب الكنية أدب إسلامي ليس له نظير عند الأمم فيما أعلم. هذا يقول الألباني رحمه الله تعالى، يعني فعلى المسلمين أن يتمسكوا به رجالا ونساء، ويدعوا ما تسرب إليهم من عادات الأعاجم كالبيه والأفندي والباشا والسيد والآنسة ونحو ذلك. هذا ذكره الألباني تعليقا على هذا الحديث. ثم قال باب الكنية قبل أن يولد له. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. قال حدثنا عارم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب كنية النساء. باب كنية النساء ولو لم يكن لها ولد. ولو لم يكن لها ولد. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة، وفي بعض النسخ عن يحيى بن عباد بن حمزة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فكنني، يعني كل النساء عندهم كنا إلا أنا. فقال تكني بابن أختك عبد الله، عبد الله بن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، فكناها بابن أختها. ففيه جواز تكنية المرأة ولو لم يكن لها ولد، والتكني بكنية ابن الأخت أو نحو ذلك، كل ذلك لا إشكال فيه ولا غضاضة. وما يشيع عند الناس أن عائشة حملت وسقط ذلك الحمل، فهذا حديث ضعيف لم يصح. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير. ومن لم يعني ترزق بالولد فعليها أن تكثر بالدعاء وتضر بين يدي الله، ودعاء زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وإن لم يقدر لها فلتتعزى بمثل عائشة رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يولد لها. وكذلك بلال بن رباح لم يكن له عقب، جملة من الصالحين لم يكن لهم عقب ولا ولد. والله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير، إنه عليم بما يصلح للعبد، هو الذي له الحكمة المطلقة سبحانه وتعالى. قال حدث ونسأل الله عز وجل أن يرزق كل أن يرزق الجميع بالذرية الصالحة. وكذلك لا ننسى مثل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فليس الشأن في وجود الولد، إنما الشأن في صلاح الولد، هذا أهم شيء، حتى لا يكون مثل إيش فأردنا أن يرهقهما طغيانا وكفى بعض الولد هم على القلب. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام، وفيه رسالة أيضا من رزقت بالولد ومهما عندهم من الشقاء ونوع عبث وكذا وكذا، يعني أحيانا بعض الأمهات تدعي على الأولاد وكذا، لا ولكن ولتنظر إلى بعض النساء، يعني تريد الولد، بعض تدفع مئات الآلاف، وهنا عملية وهنا عملية وهنا دواء وهنا عشبة، كل ذلك يعني بحثا عن الولد، وهذه سخر الله لها الولادة من غير تعب ولا مشقة، فلتحمد الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنني؟ قال اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. وفيها أيضا من كما عند السلف والحديث الذي تقدم معنا، إذا الإنسان دعا لأخيه بظهر الغيب قال ولك بمثله. فالمرأة التي ترجو الولد تدعو لغيرها من زميلاتها من حرمت الولد، تدعو لها بالذرية الصالحة ونحو ذلك، حتى تقول لها الملائكة ولك بمثلها. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب من كنى رجلا، باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم، أي بشيء تعلق به وشيء له علاقة به، كما كني أبو هريرة بأبي هريرة لأجل هذا الشيء الذي هو فيه، الهرة التي تعلق بها. وسيأتينا أيضا حديث يشهد لهذا المعنى. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه، أحب أسماء علي إليه، أحب الأسماء التي يحب أن يدعى بها، لأبو تراب،
يعني علي بن أبي طالب يحب أن يدعى بهذه الكنية أبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد. وهذا الحديث فيه تربويات عظيمة جدا كبيرة فيما يخص الزوج وما يخص الزوجة وما يخص أهل الزوجة، وسأعرج على بعضها على وجه السرعة. قال غاضب يوما فاطمة، فدل هذا على أن بين أهل الفضل لا بد أن تقع المشكلات، سواء كان الزوج صالحا والمرأة صالحة وطالب شريعة هي طالب شريعة، لا بد أن يقع الإشكال ويقع نوع من الغضب في بعض الأيام. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. وطبعا هو الحديث هنا مختصر، في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بيت فاطمة فسألها عن زوجها، فقال حدث بيننا شيء فخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه. وفي بعض النسخ فقيل هو ذا مضطجع في الجدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. وفيه إكرام الأصهار، فيه إكرام الأصهار، من تزوج بنتك أو أختك هذا أصبح من عائلتك، لا بد أن تكرمه وأن تعرف له قدره. هذا التربويات التي في هذا الحديث. أولا فاطمة قالت حدث بيننا شيء، لم تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المشكلة، وهذا فيه أدبها، وأن المرأة لا تتسرع بذكر مشكلتها مع زوجها عند أهلها، لأن المشكلة كانت بين طرفين، فإذا توسعت إلى أطراف خارجية صعب حلها. المشكلة بين الزوجين قدرها 10%، فإذا علم أهل الزوجة أصبح قدرها 90% ويصعب حلها. وكم من النساء ندمت بعد أن أعلمت أهلها بمشكلتها مع زوجها. وهذا في إشكال آخر، أنها يوما ما ستتصالح مع زوجها، ولكن إخوانها وأخواتها وأبويها لن ينسيا تلك المشكلة وسيكرهان ذلك الزوج. ومنهما كتبته إحدى الأخوات أنه حصلت لها مشكلة مع زوجها فأخبرت إخوانها، فغضب إخوانها غضبا شديدا وغضب أبوها، وتقول بعد ذلك تصالحت مع زوجي، فتقول كلما زرت بيت أهلي مع زوجي أبي ينصرف إلى غرفة مجاورة ويقول أنا مني موجود. فما زالت الكراهية في قلب أبيها، لأن الأب جبل على حب بنته، والأخ جبل على الشهامة تجاه ما يخص أخته ويخص أخته. فينبغي على الزوجة إن حصل بينها إشكال ألا تبادر إلى إخبار أهلها وإخوانها، لأنها وإن تصالحت مع زوجها ستبقى حسكة وشوكة في قلب أخوانها تجاه زوجها. هذا الأمر الأول، حيث لم تخبر فاطمة بالمشكلة. الأمر الثاني، عدم تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم وراء المشكلة. إذا رأيت زوجتك، إذا رأى الأب ابنته حزينة أو رأت الأخت أختها حزينة، تقول حصل إشكال بيني وبين زوجي، لا تفتش الأخت، ما هي المشكلة، كيف حصلت، ولماذا حصلت. ما دام أنها ذكرت لك كلاما عاما اتركيها، قولي الله يصلح الحال والشان، واتركي أختك على ما هي عليه، فلا تفتشي وراء الأمور. وكذلك أهل الزوجة عموما لا يفتشوا وراء المشكلات والتنقيب، وماذا أطعمك وماذا أعطاك ولماذا لم يشتري لك هدية في ولادتك ولماذا، هذا ليس بجيد في العلاقات الزوجية. لا يتدخل أهل الزوج ولا أهل الزوجة في مشكلاتهم وأمورهم. الأمر الثالث، ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بعد المشكلة، ذهب إليه إلى المسجد ويمسح التراب عن ظهره ويلاطفه ويقول له جلس أبا تراب. الأمر الخامس من التربويات في هذا، خروج علي من البيت كي لا تكبر المشكلة، وهذا عرجنا عليه في محاضرة سلفت. الأدب الخامس، أن فاطمة لم تخرج من البيت بعد المشكلة، خروج الزوجة أثناء المشكلة من البيت يجعلها أكبر مما كانت. بعض الأزواج يقول لن أذهب، ولن ما دام أنها خرجت بنفسها ولم تستأذني فلن أذهب إلى أهلها واسترضائها. وكثير من النساء يعني قرعن أصابع الندم على أسنانهن بسبب مثل هذه الأمور، بمجرد مشكلة تبادر إلى أخذ أغراضها وحوائجها وتخرج، ثم تنتظر من الزوج أن يأتي إلى بيتها بيت أهلها ويصالحها، والزوج يركب رأسه العناد ويقول لن أذهب وكذا وكذا، ثم هي تتمنى أن يعود إلى ولده وإليها، وثم لا يعود وتكبر المشكلة ونحو ذلك. فهذه يعني بعض التربويات الزوجية في هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس
قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا نخل لأبي طلحة وهو زوج أمه تبرز لحاجته أي خرج لقضاء حاجته وبلال يمشي وراءه. هذا الأصل أن يمشي الإنسان خلف الكبراء وأهل الفضل كمشي الإنسان مع والديه إلا في بعض الحالات التي ذكرناها ومشي الإنسان مع شيخه والمرأة مع أستاذتها ونحو ذلك. الأصل أنها تمشي وراءها. يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم وفي بعض النسخ حتى لما أي حتى بلغ إليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا. فقال صاحب هذا القبر يعذب فوجد يهوديا وهذه يعني أوحى الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم الغيب. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت معاوية يقول لأخي له صغير اردي في الغلام يعني اجعل الغلام وراءك لتعلمه الأدب أن يكون خلف الكبراء فأبى فقال له معاوية بئس ما أدبت يعني لا يرتدف وراء الكبار. قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك وهذا صحيح الإسنان فيه تربية الصغار وتعليمهم طريقة المشي مع الكبراء. قال حدثنا سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير منسوب إلى جده قال حدثنا يحيى بن أيوب عن موسى بن علي أظنه عن أبيه عن عمرو بن العاص قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق. يعني معناه أن تكثير الصداقات والعلاقات يفضي إلى تكثير الحقوق. من كان عنده علاقات كثيرة تتلزم عليه حقوق كثيرة. هذا عنده عزالة لازم أن تذهب إليه، هذا عنده زواج لازم أن تذهب إليه، هذا ولده في المستشفى، هذا كذا. كلما أكثرت العلاقات كثرت الحقوق عليك. قال يعني إلى تكثير الحقوق والاختلاف. وعلى الإنسان أن يتخير في صداقاته أهل الفضل ينجو من هذا المحذور. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب من الشعر حكمة. يعني ليس كل شعر غواية، ليس كل شعر غواية، وسيبين أن الشعر كلام حسن حسن وقبيحه قبيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو بن كيسان قال كنت عند ابن عمر فوقف عليه إياس بن خيثمة فقال ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ قال بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كره ابن عمر قال له أمسك وأنا ضعيف إسنادا. قال حدثنا عمرو بن مزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا قال صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا أي يكثر من إنشاد الشعر. وقال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الشاهد في هذا الحديث أن الشعر يتضمن كثيرا من المعاريض، الشعر يتضمن كثيرا من المعاريض. والمعاريض هي الكلام الذي يقوله الإنسان وله معنيان، معنى ظاهر ومعنى خفي. والمتكلم يريد المعنى الخفي لكن المستمع يفهم المعنى الظاهر. واضح؟ نقول المعاريض هي الكلمات التي لها معنيان أو أكثر، معنى ظاهر ومعنى خفي، والمتكلم يريد المعنى الخفي، المتحدث يريد المعنى الخفي، والمتلقي المستمع يفهم المعنى الظاهر. وسأمثل له مثال. ومثل إيش؟ لو قلت لكم القهوة حرام، أنا الآن لو قلت لكم القهوة حرام، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا معنى صحيح ولا غير صحيح؟ لو قلت لكم القهوة حرمها الله شرعا، نعم أنتم لأنكم فهمتم المعنى الظاهر. القهوة في أصلها عند العرب هي الخمر. الخمر في أصل اللغة، هذه أجابت إجابة صحيحة عائشة محمد، قالت ظاهر غير صحيح. في الظاهر نعم، لكن القهوة في أصل اللغة معناها الخمر. واضح؟ فهذا معنى ظاهر. الآن القهوة غلبت على مشروب البن، الآن في عصرنا الحاضر تحول المعنى الظاهر إلى معنى آخر فسميت القهوة لمشروب البن الذي يشرب بالبن والهيل إلى آخره. فهذا المعنى المتبادل إلى ذهن عامة الناس. فأنا لو قلت لكم القهوة حرام أنا أقصد الخمر حرام، وأنتم فهمتم المشروب البن، فهذا التي يقال لها المعاريض. كلمة لها معنيان، معنى ظاهر ومعنى خفي، والمتكلم يريد المعنى الخفي والمتلقي يريد يفهم المعنى الظاهر. مثل إيش؟ ويقولون يعني القهوة سميت قهوة لأنها تقهي، أي لأنها تشعر الإنسان بالشبع.
لأنها تقهي أي تشعر الإنسان بالشبع. ومثل إيش مثلا؟ مثل الناس لا يفرقون بين الثمن والقيمة. الناس لا يفرقون بين الثمن والقيمة. نعم مثل التورية. الناس لا يفرقون بين القيمة والثمن. القيمة هو ما يستحقه الشيء، والثمن هو ما اتفق عليه البائع والمشتري. مثلا خذنا مثلا إحدى كنا ما شاء الله عندها معرض إلكتروني تبيع فيه مثلا شنط نسائية. قيمة الشنطة في الأصل 50 ريالا. قيمة الشنطة 50 ريالا، ولكن هذه يعني عندها صاحبة كانت تعينها أيام الدراسة وتعطيها ملخصات وفوائد الدرس، فقالت لها لأنك صاحبتي وما قصرت معايا أيام الدراسة أعطيني خلاص 20 ريال. فالعشرون ثمن والخمسون هي القيمة. واضح الفرق؟ القيمة هو ما يستحقه الشيء، قيمته وقوامه، والثمن ما اتفق عليه البائع والمشتري. فمثلا زوج اشترى يعني مثلا عنده صديق يبيع مثلا شنط غالية ماركات كما يقال ب1000 ريال، ولكن صديقه أعطاها ب200 ريال، فذهب وأعطاها لزوجته وقال أتيت لك هدية قيمتها 1000 ريال. قيمتها 1000 ريال، هو ما كذب، قيمتها 1000 ريال، ولكن هو دفع الثمن 200 ريال. فهو قال لها هذه تورية ليبين لها المحبة وأنها اشترى لها شيئا غاليا. واضح؟ هذا معنى المعاريض، أن يقول الإنسان كلاما له عدة معاني، المتلقي يفهم المعنى الظاهر والمتكلم يريد مع المعنى الخفي. هذه هي المعاريض، لكن انتبهنا، المعاريض لا تجوز لإبطال حق أو أخذ أموال الناس أو لإهدار حق للناس، مثل القضاء. في القضاء ما تجوز التورية، لأنك هذه فيها حقوق ناس، وكذلك في معاملاتك مع الناس التي تتضمن إبطال حق أو إحقاق حق أو نحو ذلك ما تجوز التورية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إذا ألجئ الإنسان واضطر إلى الكذب فعليه أن يستخدم التورية، لكن لا يقولون أن تغلب التورية على كلام الإنسان، هذا أمر مكروه. العلماء يقولون هذا مكروه، أن تغلب التورية على الإنسان. لكن إذا اضطر الإنسان إلى الكذب مثلا كزوجة لحوحة كثيرة السؤال وكثيرة التفتيش، أو زوج كثيرة السؤال والتفتيش والتنقيب، فهنا بدل أن تكذب فتذهب إلى التورية، هذا أفضل. إن في المعارض لمندوحة، لفسحة وسعة ومخرج عن الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسودي عن ابن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، أي ما يوافق الصواب والحكمة والذي ينبغي أن يكون عليه، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وقال: وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. قال حدثنا عبد الله، أمثلة التورية هي التي مثلت لها، هي المعارض هي التورية كلها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو مهمام محمد بن الزبرقان، الزبرقان بإسكان الباء، قال حدثنا يونس بن عبيد، هو البصري هذا الذي صاحب الدكان والمتجر وكان رجلا صالحا، الذي ذكرت لكم قصته في قبل عدة لقاءات، عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، فقال: أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك، أي يحب المدحة، وما أحد أحب إليه المدحة من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عمر بن حفص وهو الحوضي قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يمتلئ جوف أحد لو جوف رجل قيحا حتى يريه، في بعض النسخ حتى يريه بفتح الياء، خير من أن يمتلئ شعرا. والبخاري بوب في صحيحه باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. فإذا وصل الشعر بالإنسان وحب الشعر للإنسان إلى هذا القدر أنه يصده عن العلم ومذاكرة العلم وقراءة القرآن وهو الغالب عليه، فهذا مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل له بمثال بشع: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا، القيح معروف هذا الصديد الذي يخرج من الجروح، حتى يريه، أي حتى يفسد جوف الإنسان، خير من أن يمتلئ
شعرا، الله سبحانه وتعالى قال والشعراء اتبعوا الغاوون، قال استثنى إلا الذين آمنوا، سيأتينا هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح سندا ومتنا، والشاهد منه أن الشعر حكمة، أن من الشعر حكمة، فإذا غلب على الإنسان خرج من كونه حكمة إلى أنه مذموم. قال بعد ذلك البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن سليمان، وفي بعض النسخ شعبة ابن سليمان، قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سيرين قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي، فقال إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه. قال بعد ذلك حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله، وكان حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. والشعر لا يفهم يا أخت سوسن من كلامنا هذا، من كلامنا هذا أن الشعر مذموم، لا، سيبيب البخاري الآن بعده باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. إذا كان الشعر في معاني جميلة، في نصرة الإسلام، في تقريب العلوم، في نظم العلوم، في كذا في كذا، هذا محمود كالكلام الجميل، هذا محمود. وإن كان يدل على المعاني القبيحة كذكر أوصاف النساء وأيضا هجاء القبائل وسب الدول ونحو ذلك، فهذا لا خير فيه. قال استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي، وفي بعض النسخ فكيف بنسبي، يعني كيف تسب قريشا وأنا أجتمع معهم في النسب، وهذا فيه ذب الإنسان عن عرضه ونسبه. وفيه أيضا استحباب الشعر في مدح الإسلام وهجاء الكفار والكافرين، فكيف بنسبتي، فقال لأسلنك أو لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، أي أخرجك يا رب رسول الله منهم ولن ينالك هذا الهجاء وهذا الذم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح سندا ومتنا. قال وعن هشام، أي بالسند الماضي، قال وعن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة. عروة ابن الزبير كان يريد أن يسب حسان، لأن حسان ممن ابتلاه الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك، وكان ممن ينقل يعني بعض الأخبار التي كانت تقال عن عائشة، ولم يكن يفتري عليها ولكن ينقل المقالة التي تقال، يعني الكلام الشائع ينقله عند الناس. فلذلك غضب عليه عروة ابن أخت عائشة، يعني ابن عبد الله بن الزبير، وعروة بن الزبير عفوا، وكان بعد ذلك اعتذر لعائشة ومدحها بشعر حسان هذا، ومنها قوله حسان حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل إلى آخره. قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه لا تسبه، وهذا فيه العفو عند المقدرة. وعائشة رضي الله عنها سامحت حسان بعدما حصل، فقال لا تسبه فإنه كان ينافح يدافع ويكافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الشعر خصوصا ما يكون في المنظومات العلمية وحفظها، فهذا يعني ممدوح ومحمود، لأن النفس تميل إلى حفظ المنظوم من الكلام والمقفى والموزون، ولأن النفس تستملحه أكثر وأكثر، فهذا لا يدخل في الشعر المذموم، لأنه حفظ للعلم وتقريب للعلم، فليس في حرج إذا أكثر الإنسان من المنظومات العلمية وحفظها وتفهمها واستشراحها، فهذا بالعكس هذا محمود. أما الشعر الذي يكون فقط لا خير فيه، أو الشعر في المفاخر ونحو ذلك، ويكثر الإنسان حتى يصده عن ذكر الله وما يحفظ القرآن ولا شيء من الحديث ولا كذا ولا كذا، هذا هو المذموم، كما يشاهد في حال الذين يكثرون من سماع الشيلات وهذه الأشياء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشعر حسن، ما حكم الشعر، يفيدنا البخاري بحكم الشعر. قال باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح، إذا كان المعنى الذي في داخله معنى حسن فهو حسن هذا الشعر، وإذا كان المعنى الذي في داخله معنى قبيح فهو قبيح غير مقبول. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشعر حكمة. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال عن عبد الرحمن بن يزيد زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، هذا حكم الشعر. قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر، ونظم الشعر أيضا ليس فيه إشكال، والعلماء لم يزالوا ينظموا الشعر، لهم أشعار ابن تيمية، له أشعار ابن القيم، له نونية،
وأيضا ابن الوردي في لاميته يقول انظم الشعر ولازم مذهبي إلى آخر ما قال في هذا. قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. هذا مختصر الكلام، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أنشد من شعر أمية بن الصلت 100 بيت وقال هيه زدني. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزوج ولا تقدم. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود بن سريع حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي، فقال أما إن ربك يحب الحمد، وما استزادني على ذلك. الأسئلة تتكرر في حكم الشعر. نحن قلنا المنظومات العلمية ليست داخلة في هذا. المنظومات العلمية يعني هي من باب حفظ العلم واختصار العلم وتلخيصه، فهي ليست داخلة في هذا. وهذه تقول رثاء الأب ومن مناقبي أنه كان إمام المسجد ونحو ذلك. نعم، الرثاء ما فيه من أغراض الشعر المحمودة على أن لا يكون فيه المبالغة الشديدة. وأيضا حسان أثنى على عائشة رضي الله عنها حصان رزان ما تزن بريبة وإلى آخره. وهي تقول أحيانا في كتب التفسير يذكرون أشعارا من أحاديث الجاهلية لاستدعاء اللغة العربية. هذا طيب ممتاز جدا لتقريب العلم ولتقريب معاني اللغة، فاللغة هي وعاء العلم وهي ناقة العلم، ولولا اللغة العربية كيف يحمل العلم؟ وهذا جيد وممتاز حفظ عيون الشعر وشواهد الشعر التي يستشهد بها على المعاني في العلوم والتفسير، والتفسير لا بد فيه من اللغة. وفحول الشعراء وشعراء الجاهلية هم الحجة في الكلام، ولذلك هم يقولون الحجية في الشعر تنقطع إلى حدود سنة 130 أو 150. لهم في ذلك أقوال، لأن هناك يعني قبل أن يختلط العجم بالعرب بالعجم كثيرا إلى آخر ما في هذه المسألة. قال باب من استنشد الشعر، أي طلب أن يقال له الشعر. وأنا أعتذر أننا تجاوزنا الوقت المناسب، لكن الأخوات التي عندهن الظرف وكذا نحن سمحنا لهم بالخروج، لكن يستمعنا آخر ربع ساعة التي زدناها، وذلك فقط حرصا منا على الإدراك الزمن والانتهاء لئلا تدخل علينا بعض أيام ذي الحجة ويصوم عرفة وكذا. قال باب من استنشد الشعر، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت عمرو بن الشريد عن الشريد قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن الصلت وأنشدته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه هيه يعني زدني حتى أنشدته 100 قافية، فقال إن كاد ليسلم أي أمية بن الصلت كاد أن يسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من كره الغالب عليه الشعر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من يمتلئ شعرا، وهذا أخرجه البخاري في صحيح سندا ومتنا. قال البخاري وهذا صحيح قول باب قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فنسخ من ذلك واستثنى أي استثنى الله من هؤلاء الشعراء وصنفه محمود، فمنهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا جعلوا شعرهم في مدح الشريعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في نظم العلوم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، شعر النصرة وشعر مدح مفاخر الإسلام وذكر آداب الإسلام إلى آخره، فهذا ممدوح وهذا الحديث صحيح. ثم قال باب من قال إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا. ولعلنا نتوقف عند هذا القدر. وقفنا تقريبا أخذنا اليوم بدأنا 781 يعني تقريبا من قريبا من 91 حديثا، هذا فيه خير وبلغة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولأسرنا بهذه الطريقة في اللقاءات القادمة إن شاء الله يوشك أن ننتهي سريعا. وهذه تقول أين أجد كتاب الأدب المفرد؟ لم أجده. كتاب الأدب المفرد في جرير، لا تختص بالكتب العلمية، إن كنت في مكة فشوفي مكتبة الرشد أو الأسدية،
والمكاتب التي حول الجامعة، وفي عندك مكتبة المنهاج وغيرها، وفي جدة في مكتبة الشنقيطي، واكتبي في جوجل مكتبة وستأتيك يعني المكتبات كثيرة، جوجل الخرائط ستأتيك أسماء المكتبات كلها، وتجدين إن شاء الله فيها خيرا عظيما. هذه تقول هل توجد لديكم قناة في التليجرام تروح العقيدة؟ لا حقيقة لا عندي، لكن إن شاء الله وما زلت أفكر فيها، ولعله إن شاء الله يكون قريبا إذا يسر الله آن بفضله سبحانه وتعالى. هذه تسأل كيف تسمع صحيح البخاري؟ نحن قلنا صحيح البخاري كان في دورة خاصة بالمعهد العلمي، ولعلك يعني تراسلين المشرفة وقولي لها سامي يقول ارسلي لي التسجيلات، هذا إذن ما في بأس، كل من أراد تراسل المشرفة ويرسل ترسل إليها الدروس، وهي دروس ناقصة يعني أول يعني فيها سقط كثير، فقدت بعضها من الموقع ونحو ذلك، لكن إن شاء الله في الموجود إن شاء الله خير عظيم، نسأل الله أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم. هذه تقول إذا قيل لي سلمي على أهلك فنسيت، أن النسيان عذر، إذا نسيتي خلاص ما في شيء في أمتي الخطأ والنسيان، أما إذا تذكرتي فأخبري، لأن هذا فيه إيصال للمودة ووصل الناس بعضهم ببعض، وفيه خير عظيم تحقيق الألفة والمحبة في المجتمع. إحدى الأخوات سألت عن تقول في بعض المجتمعات، سؤال سابق الآن تذكرته، بعض المجتمعات يعتبرون الكنية يعني أنها لا تطلق إلا على البسطاء من المجتمع والفقراء ونحو ذلك، وعلى كل يعني النداء بالكنية ليس واجبا شرعيا، ليس واجبا شرعيا، إن كان هذه المرأة يعني ما تحب لأجل العادة المجتمعية يحسن بها أن تبدأ أن تغير بعض الناس الفكر عند الناس، وإن ضاقت بذلك ذرعا وأحبت أن تنادى باسمها ما في إشكال، أن ينادى الإنسان بأحب الأسماء إليه، إذا ما أحبت هذه الكنية وأرادت أن تنادى باسمها الصريح ما في بأس في ذلك. طيب الله ما في سؤال آخر، نكتفي بهذا القدر. يكنى ويكنى ما في بأس، معناها صحيح. أي تقول هل يجوز دائما استخدام المعاريض مع الزوج؟ لا بدون حاجة، ما يصلح العلماء يطلقون فيه الكراهة، لأن الإنسان إذا أكثر منه يوشك أن يقع في الكذب مع الأيام، نعم إلا عند الضرورة وعند الحاجة ونحو ذلك، أما أن يكون الغالب على كلامها 70-80% كله تورية ومعاريض لا ما يصلح إلا، وعلى كل هناك يعني بعض الحالات كما قلنا، لكن في الشيء الواضح ما يحتاج إلى تورية إلا في بعض الأشياء التي تخشى غضبه وجنونه ونحو ذلك، فممكن هنا أن تستخدم المعارض كما قلنا عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. هذه تقول قناة الدروس بصحيح البخاري على تليجرام، ما عندي رابط القناة، وقد يعني تسألين المشرفة. نعم كما قلنا إذا أكثر الإنسان من التورية يوشك أن يدخل في الكذب. تقول ما إعراب ما قبله، ما أعرف أي حديث تاني أو أي باب تاني. عموما هي قد تكون في تقصد كذب ما قبله، ما هنا أنها ما قبله تقصد ولا ما قبله، ما قبله هنا غالبا ما تكون موصولة بمعنى الذي قبله يعني، وهي هنا لها حسب سياقها قد تكون في محل رفع فاعل، قد تكون في محل نصب، قد تكون في محل جر حسب سياقها في الجملة، لا يمكن أن نعربها كذا مبتورة. طيب تقول واحدة تغش في تسميع الحديث وتأخذه حجة لطلب العلم حتى ما تنقطع عن المركز لأنهم لا يرضون بالأعذار. على كل الغش محرم، الغشنا فليس منا، وعليها أن تجتهد في طلب العلم وكث كثير من الأعذار قد يكون فيها يعني من باب الكسل، والإنسان يسول لنفسه أنه مشغول وهو دون ذلك، فعليها يعني أن وإن كان بالفعل يعني المتطلبات في المعهد كثير، يمكن بعض الأخوات
يعني تذهب إلى الإدارة وتبين لهم أن الحديث المطلوبة كثيرة، أو توسط من ترى له وجاهة أمام هذا المعهد وأمام الإدارة، ويطلبون التخفيف من التخفيف من الإدارة في عدد الحديث. سوى دقيقة، هذا والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أولى وأسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. قلت ما قلت، ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي الشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وها أنا أطوي ما نشرت بساطه، وأستغفر الله العظيم لزلتي، أصلي إلهي كلما ذر شارق على خاتم رسل الكرام الأطايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.